أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة يا أجمل من يشاهد هذه الشاشة من السيدات والسادة، كيف حالكم؟ يا رب عسى حياتكم سعيدة. حياكم الله في ليلة 59 من برنامج مراجل على شاشة الواقع الفضائية. في هذه الليلة من فقرتكم خذ العلم، الفقرة الأسطورية الأكثر جدلا وجمالا وتأخيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخوان ما أدري إيش أسوي، يعني أنا والله يعني ما أدري، يعني أصيح لحالي، تعرفون ذاك يقول أصيح لحالي ولا أحد يسمع الصوت، أنا الحين أصيح لحالي ما حد يسمع الصوت. الأخوان جراء الأمطار الله يجعلها أمطار رحمة ويجعل بها إن شاء الله ربي يسقي بها البلاد والعباد وينزل بها البركة. بالأسباب هذه الشباب أنا ألتمس لهم عذر أنهم متأخرين، متأكد أنهم يقولون الشيء ده. لكن تعرفون مهنية عالية عند محمد عيسى، لو ما يحضر إلا واحد تفضل يا حبيبي أنا ما يلحقونك الباقيين. محمد عيسى أنا ما أدري، يعني أنا أمدحه ولا يعني أقول الله يسامحك يا محمد عيسى، ولا نقول له أحسن صنيع يا محمد عيسى. محمد عيسى له جانب مشرق وجانب مظلم. الجانب المشرق المهنية عنده 100%، الجانب المظلم والله ما يعرف أحد في العمل. أد عملك يا حبيبي وتوكل. على كل حال قبل ما نسترسل معكم في محاورنا والأخذ والعطاء، البرنامج أنا أشوفه اليوم 59 ما زال نفس الرتم إلى اليوم، إلى هذه اللحظة، إلى هذه الفقرة. المتسابقين هم دارين وشبون، بعض المتسابقين يتكلم بلسان الجماعة، أهدي هذا لأخواني وعملنا كلنا جعلنا نسلم وحنا ما لنا غناة من بعضنا وحنا كلنا على صف واحد وحنا كلنا نطالب سويا. طيب وبعدين يعني إلى متى؟ فيه مقامات تقول حنا أخي المتسابق، وفي مقامات المفروض تقول أنا. أنت ضيعت كلمة أنا، يعني ما أدري متى أنت اليوم 59 ممكن تقول أنا المتسابق الفلاني، أنا عندي المحتوى الفلاني، أنا لدي رسائل ولدي وجود في هذا الكيان أو في هذا البرنامج. يعني ما أدري يا أخوان، حتى اللي يفوز يهدي الفوز لإخوانه. لا يا شيخ، البعض منهم بالله صوتوا لفلان الأسبوع الماضي، والأسبوع هذا يوم فاز فلان قال أهدي الفوز لأخوياي. والله العظيم ما أنا أدري، حتى سياسة الفقرة وآلية الفقرة ركان السري جاية إرور في رأسه، يقول يا أخواني هذه منافسة فلان وفلان، تدي الفوز لأخوياك كيف الطريقة؟ ما منطقي يا فارس، يا فارس فقرة ركن الجمهور، يعني هذه الفقرة الوحيدة اللي تشكر فيها. أول شيء مرض تشكر نفسك، اشكر نفسك أول شيء، وبعدها اشكر من وقف وساندك، وبعدها اشكر جمهور كيان الواقع، وبعدين اشكر الشاشة. أنت خليت العرب وخليت نفسك وخليت جمهورك ورحت شكرا جمهور قناة الواقع. لا يا شيخ، يعني أنا ما أدري تشكرهم على وش والله، يعني على تصويتهم لك ولا عليك. على كل حال الله يوجه لكم يا أخواني المتسابقين، والله أني أسترسل معكم، يعني أنا ما ودي أدخل دايركت في المحاور، ننتظر لحل الشباب يعني يعجلون. يعني أبشركم إن شاء الله هم بعضهم باقي لها بالضبط إن شاء الله 6 دقائق 5 دقائق يسعفنا الله به عشان نأخذ ونعطي مع بعض ولا نستهلك المحاور لوحدنا. لكن الله هي إيه، أنا داريك والله ما أنت مقصر يا مشعل، يعني أنت وجودك إيجابي دائما وأبدا، يعني أنا أدري طال عمرك إني لو أبغاك هنا يجيت على طول حضرت، ما أنت مقصر. جالك والله تسلم. طيب جمهورنا الفاضل، خلونا بنتطرق عن نقطة واحدة الين يجون خوياي الباقي. عودة متعب بالرقعان، جمهورنا الفاضل محب هذه الشاشة، أتمنى أنكم توقفوا مطالبات. ليه؟ حنا نحبكم ونقدركم ونغليكم ولكم عندنا كل التقدير والاحترام، ولكن إذا بتقعد البرامج الواقعية كذا كل شيء تدخلون فيه مطالبات ما راح تصير برامج واقعية، والله ما راح تصير، والله العظيم بتروح كلها مطالبات. يعني حنا نصيح من النسخة اسمها نسخة مطالبات، في هذا البرنامج أنتم جمهور مطالبات، طلبتوا أن المتسابقين يطلعون 3 أيام عيد، والله العظيم انهم طلعوا وعودوا أسوأ، وانتم كنتم هذا السبب وراء هذا السبب، طلبتم انهم يطلعون وطلعوا، اعطوكم
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بيض الله وجيهم مطلبكم وطلعوا متسابقين، ويوم رجعوا بعد الأجازة زعلتوا، كنتوا ما هم هذول.